مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي ضد هذا الحراك الشعبي، وعقب انتهاء مهلة الوطن التي منحها ثوار تشرين للعملية السياسية، بدأ المتظاهرون بخطوات تصعيدية سلمية رافضين أي محاولات للالتفاف والتسويف أو إشغال البلاد بأزمة خارجية كتلك الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر من مقر إقامته في إيران من أجل الخروج في تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كما وينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، ومن بغداد عبر الهاتف ينضم إلينا الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي، فمرحبا بكم معنا. نعم، أبدأ معك دكتور قحطان الخفاجي من بغداد. يعني بدأ أن المتظاهرين استجابوا لدعوات اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وملأوا الساحات، كيف تبدو ساحة التحرير اليوم وأنت هناك؟ حياك الله أخي العزيز، حيا قناة وحيا الحضور الكرام المشاهدين الكرام. نحن نقول هذه أصبحت حياة العراق، يعني العراق أصبح يحيا في ساحات التحرير حتى يثبت صيغ الآسية لمستقبله، وبالتالي نتوقع بإذن الله بهمة الغيارة بعد الله عز وجل أن كل جمعة تتجدد النشاطات وتتجدد الوجوه وتزداد فاعلية الحضور، وبالتالي العموم العراقي الآن ما عادوا يعني تشتعل همتهم وتشتعل همتهم، لا هم اساسا يذهبوا بهذا الاتجاه ويشحذ همتهم بالاساس، وبالتالي اتوقع حتى ساحه التحرير ما عادت تحتوي الجمع الغفير المتزايد في الساحه. حاله اخرى اصرار العراقي على المطالب ذاتها وعلى اليه التنميه ذاتها رغم ما يعاني المواطن العراقي من اذى يومي من القابل الشغب والجهات المختفيه وراء لسانها الاسود، كلها يجعل العراق ينطلق ويبدا ويستقر باذن الله من منطقه ساحه التحرير ومناطق الاخرى التي هي في المحافظات المشرقه في عموم القطر. اذا هي تجديد للذات وتجديد للحضور وثبات على الموقف، وهو باذن الله الطريق سيكتمل باذن الله باقرب وقت ممكن. نعم، دكتور قحطان، يعني في اليومين الأخيرين يعني القوات الحكومية الميليشيات هاجمت المتظاهرين في ساحة الطيران طريق محمد القاسم، كيف بدأ صمود الثوار أمام كل هذه الهجمات؟ حقيقة الذي حصل من أعمال عنف لا منطقية بالمرة ولا أخلاقية بالمرة، ممكن عملية معالجة التظاهرات بدخانية، ممكن تكون طلق مطاطي على قطر تصيغة عالمية معتمدة مهما كانت أسبابها أو كان دوافعها، ولكن أن يلقى القبض على متظاهر تاب ويلقى به من على جسر محمد القاسم في الأرض وهو حي، هذه جريمة ما بعدها جريمة. يعني أنا شهود عيان من الشباب تظاهري تم القبض عليهم من قبل عناصر الشغب وتم تجريدهم من ما يملكوه من أشياء في جيبوا ليس الا سوى تليفون، والقي بهم من على محمد القاسم وهو جسر عالي يرتفع ما لا يقل عن 4 أمتار كما هو معروف وقد لا يعرفه الاخرين الذين لم يرون محمد القاسم، يلقى الى الارض وبالتالي يلقى اما مكسر واما قد يكون شهيد. هذه الاعمال لا انسانيه بالمره هي تمارس، بعد ذلك ما زال القنص وما زال السلاح العتاد الحي وما زال ضرب الدخانيات غازيات مباشرة على الجسد لكي يوقع القتل، إذا أعمال عنف كبيرة جدا، ولكن أصرار الشعب العراقي
قناعته الحقيقيه بما هو يقوم به من واجب تجاه الوطن وتجاه الله عز وجل وتجاه مستقبله هو اقوى واثبت من اعمال التي يقوم بها اناس مدسوسين وجهات رسميه ليس مدسوسين من قمع لهذه التظاهرات. اذا هي داله اؤكد داله على ثبات الحق وثبات الذات وهي داله ان شاء الله للنصر المكين. نعم دكتور قحطان، يعني اليوم لبى أنصار مقتدى الصدر للتظاهرة التي دعا إليها قبل فترة، خرجت التظاهرات ولكنها لم تلبث إلا ساعتين وبعد ذلك كل متظاهر ذهب إلى بيته. كيف يمكن المقارنة بين ثورة تشرين التي كانت وما زالت منذ 4 أشهر مستمرة وبين هذه الدعوة التي لم تلبث إلا ساعة أو ساعتين؟ المنطق يقول لا مقارنة بالمرة، يعني لا هناك مقارنة بين حق وبين باطل، لا مقارنة بين أبيض وبين أسود، يعني لا مقارنة بالمرة. ولكن نحن من ضمن الذين نصحنا المعنيين على التظاهرة التي ظهرت، التظاهرة النهزة التي ظهرت، وقلنا لهم ستغلطون الأوراق وستكون عملية مهزلة أقرب ما هي إلى كذا. وكما شاهدنا نحن عبر الفضائيات وعبر الحقائق أن سيارات رسمية قامت بنقلهم من المحافظات وهم وكيل أحزاب وعناصر تابعين لأحزاب وقوة مسلحة بالجهات الرسمية ثم عادوا أدراجهم ساعات. وأنا كنت أتمنى أن حتى هؤلاء على خطأ، ولكن أنا أقول هناك مغرر بهم بين هؤلاء، أتأسف على الذي حصل بهم من تغيير ومن إساءة ومن حالة من المأساوية. هذه ظهرت وهم أظهروا حقيقة وجودهم بالشارع العراقي، وذلك نراهم قد تراجعوا من الجمعة الماضية إلى الجمعة هذه، ثم الخطاب تراجع نسبيا وأصبح هناك حالة بينية بين بعض قيادات التظاهرات. إذا هذا دل على أن جميع زائلة زائلة التأثير. ما لم تعي هذه المجاميع التي قامت بالتظاهرات بدءا من قياداتها مرورا بعناصرها الى الطريق الصحيح القويم وهو ساحات العز في ساحه التحرير والحبوبي وساحه التربيه وساحه البحريه في البصره، ما لم يعوا ان هذا هو الطريق الصحيح لخراج العراق سيرون انفسهم معزولين وهم منذ البدايه دوليا واقليميا. نعم يعني متظاهرو ثورة تشرين منذ البداية منذ انطلاقها في الشهر العاشر من العام الماضي كانوا يؤكدون على أن يكون القرار عراقي بعيد عن أي تدخلات أجنبية كانت من أمريكا أو إيران. فعلا هذه الهوية الأساسية، عراقية الإيمان، عراقية الهوى، عراقية المنطلق، عراقية الغاية. نعم وأيضا تجاوزت المسميات المذهبية الطائفية الضيقة التي جاء بها الاحتلال الامريكي والايراني والانجلوساكسوني. نعم هذه تظاهرات قلت لك قبل قليل في ساحه التحرير والحبوبي مساحات العز الاخرى المحافظات هي العراق الحقيقي، هو امل العراق الحقيقي، هي الانتماء الحقيقي. وبالتالي انا كعراقي وكهؤلاء دول الذين خرجوا صباح اليوم ثم عادوا ادراجهم ايضا عراقيين مغرر بهم. أنا اتمنى ان يعوا حقيقه الامر وينتبهوا الى طريق الصواب والجادة الحقيقية لخلاص العراق. الساحة العز في التحرير والحبوب وسواها هي طريق خلاص العراق واستقلال القوى. أعود إليك دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ نظير الكندوري اليوم مقتدى الصدر يعني أعلن عن توقف ما أسماه المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، متى بدأت هذه المقاومة حتى تنتهي؟ حياك الله وحيا ضيوفك الكرام. يعني الحقيقة هذا الرجل عودنا على تغيير المواقف، هو لا يثبت على موقفه مدة أسبوع بل ربما أحيانا مدة عدة أيام إلا وغيره إلى موقف آخر. اليوم هو يعني خرج بتظاهرة لم تلبث ساعتين وانفضت، وكان مؤملا أن يعني تكون قوات الاحتلال قد أعدت حقائبها وهربت من هذه التظاهرة وفقا للتصريحات التي سبقت يعني أن صرح بها مقتدى الصدر قبل التظاهرة. نعم. الأمر الجديد اليوم خرج علينا بشيء آخر، يعني عندما
في الفترة السابقة أعلن تشكيل المقاومة الدولية يعني انترناشنال ريزيستنس. نعم. الآن عاد ناكصا بتلك الشعارات وأصدر شيء آخر هو استعداده للقيام بهدنة مع المحتل الأمريكي، ويتسنى فيها إقامة يعني اتفاق مع القوات الأمريكية يتم من خلالها جدولة انسحاب القوات الأمريكية. وأنا أخاطب الصدر ومن يعني يسمع كلامه، هو من أنت يعني لكي تتفاوض مع القوات الأمريكية؟ وهل القوات الأمريكية في يوم ما قد وضعت لك اعتبارا لكي تتفاوض معك؟ هي لم تلتزم حتى بقرارات البرلمان الذي أصدر قرارا بإخراج القوات الأجنبية ومن ضمنها القوات الأمريكية. هل تراها تعود لتتفاوض مع مقتدى الصدر؟ هذا الرجل يبقى متذبذبا بين هذه المواقف، والجزء الكبير منها إملاءات إيرانية عليه ليتخذ هذه المواقف على اعتباره أداة من أدواتها لتتفاوض أو لتثبط أو لتجعل بقاء الأمريكان في العراق بقاء غير مستقر. وتجد هذه المواقف المتذبذبة بسبب الإملاءات المتذبذبة. نحن نعيش الآن مرحلة نكوص للنفوذ الإيراني، ولذلك تجد آثارها في العراق، تجد آثارها في اليمن، وكذلك في سوريا ولبنان. بل أن يعني المؤمل أو المراقب للساحة يجد أن إيران، وكما توقعناها سابقا عندما تواجه عاصفة كبيرة أو تواجه تحدي كبير يهدد وجودها، هي لا تلبث أن تنحني لتلك العاصفة لكي تحافظ على نظامها. ونحن نعيش الآن مرحلة الانحناء الإيراني لتتأمل بأنها تخرج من هذه العاصفة سالمة. ربما هي يعني تنتظر الانتخابات القادمة وتتأمل أن يخسر ترامب الانتخابات، وبالتالي ستفتح صفحة جديدة مع الرئيس القادم. وهكذا هي تفكر. لذلك هي أوعزت لكل ميليشياتها بعدم استفزاز الأمريكان، وكان هذا تصريح علني من قادة الحرس، ويشهد له المبادرة الجديدة التي قام بها الصدر بأنه يريد عمل هدنة مع الولايات المتحدة وعدم الاعتداء. إذن يعني هذه التظاهرة برأيك هي استعراض فقط؟ هو استعراض، بل هو يعني أضرهم أكثر مما نفعهم. يعني هذه هي كل قوة الميليشيا في الميليشيات العراقية في التعبئة الجماهيرية، وصلت إلى أنهم أخرجوا تظاهرة لمدة ساعتين ثم انفضت، بينما الشعب العراقي ما زال مواصلا في تظاهراته واحتجاجاته لأربعة شهور، وما زال مصرا أن يبقى في حراكه إلى ما شاء الله إلى أن يحقق مطالبه. هناك فرق كبير بين من يخرج للتظاهرات بأجر وبين من يخرج للتظاهرات وخلفيته هو الولاء للوطن والتضحية من أجل الوطن. نعم. دكتور حامد الصراف، يعني أنصار مقتدى الصدر انسحبوا قبل حوالي أسبوع من ساحة التحرير وعولوا على فشل ثورة تشرين في ساحة التحرير، وكثر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار مقتدى الصدر بأن لولا أنصار مقتدى الصدر لما كان هناك من المتظاهرين في الساحة، ونحن الثقل الأكبر في الساحة. وقبلها طبعا في إحدى اجتماعاته مقتدى الصدر صرح وقال إذا أرادوا أن ننسحب ننسحب، ولكنهم يعني نحن الثقل، كما بين في حديثه نحن الثقل الأكبر في الساحة. انسحبوا بقية الساحة وبقي المتظاهرون، بل ازدادت وقطعوا الطرق بحراكهم المستمر وبخطواتهم التصعيدية. لم يفرق شيء على المتظاهرين إن كان أنصار الصدر متواجدين في ساحل التحرير أو لا، كيف تنظر إلى ذلك؟ أول مرة شكرا جزيلا على الاستضافة. السلام عليكم على جميع ضيوفك ومشاهديك الكرام. الحقيقة يعني يفترض الآن أن ننظر للأمور التي حدثت اليوم بالذات من منظار يعني واسع، مو من زاوية واحدة، وننطي كل شيء قيمته وعلاقته بالوضع الداخلي أولا، ومن ثم
نفسر ايضا علاقته الاقليميه والدوليه. الحقيقه التظاهره اليوم اولا تم تنظيمها من مده غير قصيره، اثنين تم اعاده ذوي القبعات الزرقاء اللي هم يعتبرون اتباع السيد الصدر، اعادوهم الى ساحات الاعتصام، ساحه التحرير بالتحديد، وهذه الخطوه كانت مسبقا اعدادها لحمايه حسب ما تم تفسيره للاندماج من جديد مع ساحات الاعتصام. التظاهرة اليوم هي تظاهرة بها طابع إعلامي وبها رسائل، مجموعة رسائل مهمة، خلينا نركز على هذه النقطة المهمة، بها رسائل محلية ورسائل إقليمية ورسائل دولية أيضا. الرسالة المحلية هي أنه السيد الصدر، يعني على عكس ما يعني أختلف في جزء مع ضيوفك الكرام الآن من أنه هي قضية فقط تسريب إعلامي، لا، هو أصلا السيد الصدر أراد شيء آخر من وراها، أنه صحيح هو ماسك العصا من الوسط مثل ما يقولون، لكنه أراد أن يثبت للميليشيات أنه هو أكثر شعبية منهم وأكثر قبول على الساحة السياسية من الآخرين المتطرفين. لذلك الرسالة هذه من الداخل مهمة جدا. رسالة لإيران أيضا قالهم أنه إحنا أيضا ضد أمريكا، مو فقط ضد يعني خروج كل الميليشيات والإصابات الجريمة المنظمة اللي موجودة الآن ترعاها دولة الولي الفقيه، وإنما إحنا أيضا مع أن تخرج كل القوات الأجنبية. هاي الرسالة الأخرى. الرسالة الأمريكية أنه يقول لهم إحنا موجودين، أيضا يقول لهم للإدارة الأمريكية أنا ما زلت موجود وألعب دور وإلي يعني مثل ما يقول تأثيري في الوضع الداخلي. أنا فقط إذا تسمح لي الوقت يسمح، أكو هناك مسائل مهمة جدا صدرت بالبيان ضروري التوقف عندها، هي أهمها طلب هو دمج الحشد الشعبي بمؤسسات حكومية بوزارتي الدفاع والداخلية، هذه نقطة مهمة، أو الإشراف المباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، هذه نقطة يعني تم تأجيلها رغم أنه أكو قرار كان في تموز الماضي السنة الماضية أنه إعادة هيكلة الحشد الشعبي، وما التزمت لا بيه لا الحكومة ولا التزمت فيه الميليشيات الخارجة عن القانون، ومن ضمنها طبعا الحشد الشعبي أيضا. الآن هذه أعاد التذكير بها. النقطة الثانية هي قضية المساس، عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية، هاي نقطة إيجابية تعتبر مهمة. النقطة الثالثة هي عدم الانفلات بالاتصالات الخارجية، أنه يكون هناك تنظيم مركزية، الدولة يجب أن يكون لها اعتبار، أكو سيادة وطنية، هاي السيادة يجب أن تتجلى أيضا من خلال العلاقات الدولية، العلاقات الإقليمية، الحكومة هي اللي تحكم مو الميليشيات تحكم يعني أو الحشد يحكم. النقطة الأخرى هي قضية أساليب المقاومة، إذا نريد نخرج القوات الأجنبية وبالتحديد القوات الأمريكية، هناك أساليب وطرق سلمية ممكن اللجوء إلها، من ضمنها قضية الاتفاقات الدولية وغيرها. هذه نقاط الحقيقة أنا أعتبرها إيجابية، تهدئة سلمية، وأيضا اندماج بالاستحقاقات الآن المحلية والإقليمية والدولية بالنسبة لتقع على عاتق الحكومة العراقية ليست الحالية، القادمة. هذه نقطة أيضا جوهرية. لذلك إحنا خلينا نكون منصفين، أولا هو التظاهرة هذه طلعت لتسجيل موقف إعلاميا، كسبت إلى حد ما شيء أنه وصلت ألا تراها الأصوات. دكتور ألا ترى هذه التظاهرة يعني والدعوة إليها كانت متأخرة جدا؟ لا هو شوف، هو الحقيقة خلينا نكون أيضا واضحين يعني مثل ما يقول بتناول الأمور، الأحداث بالعراق تتسارع، شيء دام أبينا، يعني ما حد كان يتوقع اللي حدث بالعراق من ضرب مقرات الحشد الشعبي، من أيضا قتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، من تداعيات هذه الأحداث، هذه لم تعد أحداث محلية الطابع وإنما إقليمية ودولية كبيرة جدا. لذلك مثل ما يقول تناسق هذه التصرفات من قبل بعض الزعماء بالعراق الحقيقة تجي أيضا بضغوط دولية وإقليمية ومحلية. لذلك أنا ما أعتبر الآن اللي حدث اليوم كله سلبي، لا بالعكس، هو الثورة، شوف خليني أقول لك أيضا نقطة جدا جوهرية، ثورة تشرين المباركة تبقى إلى أن
تتحقق أهدافها جميعا، كل الأهداف، لا يمكن أن تتوقف بمنتصف الطريق، هذا مستحيل، لأنه معناها عملية انتحار ليس فقط للثائرين وإنما للشعب العراقي كله، معناتها راح يتخلى عن أهداف مرسومة صار لها 4 أشهر. إحنا الآن نخوض نضال حقيقي من أجل تغيير كل العملية السياسية. نعم دكتور، هل من أجل قلع الطبقة السياسية الفاسدة. نعم. هذا ما يتحمل السيد مقتدى الصدر أو نعم. أو الحراك يعني التيار الصدري، لا هذا الشعب العراقي، هذه مطالب شعبية كبيرة، لذلك نعم. لا أن أن مثل ما يقول نصغر الأمور ونخليها بجهة معينة. إحنا الشارع الآن، الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو الآن ينتظر حقيقة نتائج يومية تتحقق على يد الثائرين. نعم. طريق محمد القاسم صار له 4 أيام تحت سيطرة 5 كيلومتر أو 7 كيلومتر تحت سيطرة الثوار، هذا مو شيء عادي، هذا نعم. شريان الحياة. دكتور، يعني هل أنت بكلامك هذا تتوافق مع ما ذكرته اليوم وكالة فرانس بريس عندما قالت بأن مقتدى الصدر يريد الحفاظ على صورته كزعيم للمقاومة لكسب تأييد إيران؟ لا، هو هذا طبعا صحيح، هذا الجزء الأول من مثل ما يقول التوصيف صحيح، أنه يريد يعني يوضح أنه هو زعيم لطائفة الشيعية الكبيرة، حتى أيضا يسحب البساط من تحت أقدام الآخرين. نعم. المتطرفين، زعماء الميليشيات، القتلة، هذه في توصيفها صحيحة، لكن الجزء الثاني أنه يرضي إيران، أنا أشك في هذه القضية، لأنه مقتدى الصدر أنا بصراحة حسب فهمي إليه أنه هو ليس خاضعا لإرادة الولي الفقيه. نعم، أعود إليك دكتور. نعم، أعود إليك دكتور. أستاذ نظير الكندوري، أردت الرد. تفضل. والله يعني أنا يعني هناك جملة من النقاط. نعم. يعني استشفيتها من حديث ضيفك، وكنت أود أن أوضح بعض الأمور، وكما قال يعني يجب أن نكون منصفين في أحكامنا. نعم. والإنصاف يقتضي ذكر الحقائق. نعم. وليس ربما ليها بالوجهة التي تؤمن فيها. نعم. هو قال بأن يعني التظاهرة التي دعا لها الصدر تدلل على قوة شعبيته وعلى أن لديه حضور كبير، حضور شعبي كبير، ولها رسائل ورسائل للميليشيات التي الميليشيات التي تتصرف بعنف وبقوة. وأنا أود أن أقول له إن هذه التظاهرات التي دعا لها الصدر أيضا الميليشيات دعت إلى التحشيد إليها، هذا ما قال هادي العامري، هذا ما قاله قيس الخزعلي وبقية قادة الميليشيات التي هو يعتبرها ضيفك وربما مقتدى الصدر يعتبرها أنها ميليشيات متطرفة، هي كان لها مصلحة في هذه التظاهرات وحشدت كما حشد الصدر لهذه التظاهرات. الأمر الآخر هو يعرج على ذكر النقاط التي أطلقها اليوم الصدر في محاولة أنه دمج الحشد في وزارة الدفاع والداخلية، وأثنى على هذه النقطة، وأنا أقول لماذا لم تذكر أنه ذكر الصدر في حالة تعذر ذلك، يعني في حال تعذر دمج الحشد في الداخلية والدفاع، فيطلب من الحشد أن يبقى هكذا على أن يتبع الأوامر التي تصدر له من رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما تتذرع به حاليا الآن الميليشيات على كل إجرامها الآن الذي تفعله، تقول نحن نمتثل الأوامر التي تصدر لنا من قائد القوات المسلحة. الأمر الآخر يقول أن العلاقات مع دول الخارج يجب أن تكون محكمة عن طريق النظام السياسي الموجود، ولا أن كل شخصية سياسية تتواصل مع دول العالم بمعزل عن النظام السياسي الذي في البلد. وأقول هذا الكلام مردود على من يتكلم به، لماذا الصدر يتحاور مع الإيرانيين ويتحاور مع السعوديين وهو ليس له صفة حكومية، إنما هو مجرد زعيم تيار، هو ليس نائب البرلمان وليس له منصب حكومي ولا منصب من أي نوع من الأنواع، كيف له يتسنى أن يتخابر مع الإيرانيين أو السعوديين أو حتى ربما جهات أخرى لا نعلمها؟
أنا أقول له يعني الصدر وتياره الآن في أضعف حالاته، الآن ينحسر شعبيته، ولو كان يستطيع أن يفعل شيء لاستطاع في ركوب موجة التظاهرات، وقد حاول في بداية التظاهرات ولم ينجح وفشل في ذلك. الآن الصدر يحاول جهد إمكانه أن يتزعم كما يقول، يتزعم ما يسمى الطائفة الشيعية، ولكن هذا الأمر سيفشل. هؤلاء الذين خرجوا معه للتظاهرات هم متظاهرين مأجورين، وليس كما الموجودين في ساحات الاعتصام منذ 4 أشهر. المحرك الوحيد لهم هو حبهم للوطن واستعدادهم للتضحية من أجله. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، عندما يتحدث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ويقول بأن قرار البرلمان في العراق بإخراج القوات الأمريكية غير ملزم، ويضيف بأن الاتفاق بشأن هذا التواجد تم مع الحكومة وليس مع البرلمان، وأن واشنطن قال لا ترغب أصلا بالتفاوض، يعني اذهبوا صوتوا تظاهروا نحن هنا قاعدون لن نخرج. دكتور قحطان. نعم معك أستاذ عزيز حبيبي. وضع عراقي مع أمريكا يختلف عن طبيعة العلاقات الدولية بالمحور. اولا ان الذي حصل من 2003 هو صناعه امريكيه محض، ومن يقول خلال ذلك هو اما يغالط الحقائق او انه في عقله مس من الجنون. فالذي حصل بعد 2003 احتلال امريكي والعمليه السياسيه بالشخصيه بالياسيه بتشريعها ساعتها صناعه نوح فريدمان وبرايمر، وبالتالي امريكا تعطي املاءاتها على العراق والعراق ينفذ انه دوله محتله. ولكن هكذا طرح على مستوى الدبلوماسي انا كاستاذ العلوم السياسيه اقول نعم هو منطق يتوافق على منطق، لان الدول تتعامل مع بعضها من خلال الحكومات وليس من خلال البرلمان، البرلمان جهه تشريعيه توجه حكومتها والحكومه هي التي تنقل اراء وتوجهات وتصورات المجتمع في الخارج. فبالتالي امريكا رسميا كمستوى رسمي تتعامل مع الحكومه العراقيه وليس مع البرلمان ولا مع سلطة القضائية. إذا حالة أمريكا من النقطتين، ناحية أولى الدولة المحتلة لها القدح المعلى في التعامل مع العراق، اثنين فعلا التعامل مع الجانب الرسمي للحكومة، والحكومة هي التي أبرمت اتفاقية مع أمريكا، وسبق وأن قيل عن المالك الذي هو كان فارس الاتفاقية الأمنية، قيل أنه فارس الاتفاقيات الدولية ومهندس الاتفاقية الأمنية العراقية العملاقة. ثم مع ذلك لا نختفي ولا يختلف اثنان على أن معظم القوى السياسية الفاعلة بما فيها بين قوسين الشيعية لا حشر الله معها دنيا ولا آخرة ولا كذلك مع السنة كانوا قد مددوا كثير بالاحتلال الأمريكي وأعطوا الاحتلال الأمريكي ما أعطوه من هدايا سيد الفقار ومصحف نقراني الترهيب والسيد المالكي مختار العصر قدم خيل الزهور على ضريح المجهول الامريكي. اذا لا نغلط انفسنا. نعم. امريكا مد ان هي محتله، اثنين تتعامل مع الحكومه، الحكومه طالما موافقه مع الترتيبه لا يمكن للبرلمان ان يعطي اكثر مما اعطاه. مع ذلك ان ما اعطى البرلمان نصفه كانت مشوهه ومهلهله وعرف نتائج سلبيه، ولعل الخلافات القائمه الان بينما يسمى المكون ايضا السني الذي ايضا لا حشر الله معه باذن الله لانه ايضا مجزء للدين ومقسم للدين، وكذلك القوى الكرديه ايضا لها راي اخر. اذا البرلمان شق صف العراق في الداخل وامريكا ادركت هذه الحقيقه وبالتالي تقول كلمتها ايضا لا حق لذلك، ثم تجعل مزيدا من الانقسام البيني الداخلي، وبالتالي للاسف الشديد وضعت كل الامور لصالح امريكا، وامريكا الان تستفيد من الامور ومعطياتها لصالحها، وبالتالي كل ما يجري الان كما حصل هذا اليوم من تظاهره مهلهله شكليه كما قال زميلك في الاستوديو ان اللي دعا عليها ليس فقط الصدر بل قوى سياسيه اخرى فاعله بالحكومه كبدر وكالعامري وكخزعلي وكفياض وسواهم. اذا كل هذه المجامع ما يملكون من قدره وامكانيه على الساحه العراقيه لم ياتوا بتظاهره تثبت السويعات ولا في حجم الذي وعدوا، اذا هم في حاله تراجع وتقهقر وتراجع. اتوقع حاله تظاهره فتنقلب ولاء على الذين قاموا بها.
هنا انا بجد في الحقيقه في امر للتاريخ ان الصدر على سبيل المثال وهو عراقي الاصل وهي نقطه لصالحه وعروبي ايضا لصالحه من عائله لها موقف ايجابي وطني اتمنى ان يرتقي الصدر الى والده النموذج حقيقه الامر باذن الله لا يمكن ان نفضل جميعها نقول انها تطورت تعطي الحقائق لاصحابها ويعود الى المنطق العقلي ليفكروا بعلميه وطنيه علهم يكونوا صاعين حقا اتساقا مع رايه الجماهير العامه في ساحه التظاهرات. اتوقع الجميع سوف يعي الحقيقه وستقوى التظاهرات الوطنيه تشرين ورجالها بشكل متميز وتتقهقر كثيرا تلك الاصوات التي تحاول ان تعرق الامور او تطرق الاوراق او تعطي دلالات اخرى غير المنطقيه. نعم. إذن أخي العزيز أمريكا إلى حد معين كانت على مصداقية حالية متفقة مع المنطقة السياسي باعتبارها تعال مع حكومة وليس مع برلمان بعد ذلك أنها دولة محتلة من 2003 لحد الآن وليس غير ذلك حقيقة أخرى. نعم دكتور حامد الصراف يعني بالإضافة إلى تصريح جيمس جيفري بأننا باقون في العراق ولا نرغب بالتفاوض يعني هناك أو قالت بوضوح وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن قد تنشر أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت في العراق إلى ماذا يدلل وما انعكاسات هذا على الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق؟ لا شوف هو هذا الصراع المحتدم الآن الحقيقة اللي أخذت زمام الأمور بيده بعد ما شافت الثورة انتفاضة الشباب وثورة تشرين المباركة تشجعت الولايات المتحدة الأمريكية على أنه فعلا تجسد فكرة البقاء ضمن السياقات الرسمية الموجودة ولكنها قبل ثورة تشرين دكتور يعني منذ العام 2003 يعني نتذكر جليا حديث رامسفيلد عندما قال نحن نخطط للبقاء لخمسين سنة قادمة ولم يتحدثوا يوما بأن هذه القواعد سوف يتم هدمها والرحيل من العراق. لا هو هذا فعلا هم اللي عملوه لأنه أنت لو تنظر الآن إلى قاعدة عين الأسد كلفتهم حسب الأرقام اللي تأتي على لسان المسؤولين الأمريكيين مليار و200 مليون دولار وحتى هو من قال احنا لما نخرج نطالب الحكومة العراقية بتعويضات تقارب المليارين دولار هذا معناه انه هناك فعلا مصالح وقواعد عسكرية ضخمة أمريكية ليس فقط في عين الأسد و يعني في كردستان وفي المنطقة الوسطى هناك ايضا مصالح هاي المصالح الحقيقه راح تصبح مستدامه بالنسبه لهم ليست ذات بعد فقط عسكري وانما امني اقتصادي هذه قضيه مهمه جوهريه على الحكومه العراقيه اللي فشلت الان في طرح الموضوع حتى في طريقه الطرح الان باعتبارها هي يعني مثل ما يقولون لا تملك صلاحيه هي حكومه تصريف اعمال فلذلك ليس من صلاحيتها التفاوض مع الحكومة وهذا اللي حدث أيضا في مجلس النواب رحل المشكلة إلى الحكومة الحكومة القادمة عليها أن تنظر للمسألة من منطلق المصالح الوطنية العراقية الأمريكان عندهم اتفاقيات هذه ما ننكرها من وقعها وقعوها الحكومات السابقة وجددها حيدر العبادي بال2014 بعد ما خرجت القوات الأمريكية بال2011 لذلك أنا أقولها من منطلق وخلوني أيضا الحقيقة أكون يعني محايد في هذه القضية وأنظر للمسألة من منظار قانون دولي وعلاقات دولية وليس من منظار عاطفي اللي حدث اليوم هم طالبوا ولذلك أنا أكدت طالبوا بإخراج القوات الأمريكية لكن كيف طالبوا بالمقاومة لا أجلوا المقاومة هذه نقطة إيجابية الحكومة القادمة هل بإمكانها أن تتفاوض بما يحقق مصلحة الشعب العراقي أنه القوات الأمريكية إحنا ما نحتاجها نعم. لازم تطلع نعم. أنا سألتك يعني هذه التصريحات وإصرار القوات الأمريكية على البقاء في العراق ونشر منظومة صواريخ دفاعية انعكاسها على الميليشيات المرتبطة بإيران
هذا مو هو هذا ليش انا قلت في البدايه اول جمله قلت هو هذا هذه صراع الارادات هذا لا. الصراع الحقيقي الان الميليشيات الى ماذا سوف يؤدي؟ اذا ماذا يؤدي؟ يؤدي الى نهايه وجود ميليشيات في العراق. لذلك هم يعاولون على معادله نعم. اما نحن او انتم فالميليشيات تريد تنفذ توجيهات الولي الفقيه، تريد تبقى بأوامر إيرانية، ولذلك حتى الولي الفقيه ووزير خارجية الإيراني ورئيس الجمهورية الإسلامية روحاني قالوا ضروري إجلاء القوات الأمريكية من المنطقة. هذا لأنه هو تهديد مباشر لهم، معناتها أنه إنهاء دورهم كإمبراطورية فارسية جديدة. ليش؟ لأنه إجلاء القوات الأمريكية يفسح في المجال الواسع للتمدد ولبقاء تمددهم من اليمن إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق بكرة بعد ما حد يعرف وين. لذلك أنا ما أرهن هاي القضية بوجود أما هذول أو الآخرين، لا، إحنا كنا العراقيين نتمنى أنه بلدنا يكون خالي من أي مثل ما نقول إحنا بوستال جندي أجنبي. لذلك إحنا يعني حريصين على تحقيق السيادة الوطنية، لكن كيف؟ هذا هو السؤال الكبير اللي يواجه الحكومة القادمة، أنه إحنا علينا أن نخلص من الميليشيات كرقم واحد، لأنه هو هذا اللي يهددنا، يهدد بقائنا، يهدد وجودنا. معناته إحنا إيران تبتلع العراق بهذا الشكل أو ذاك. معناها الميليشيات هذه امتداد لولاية الفقيه، ماكو حدود دولية، ما تبقى حدود، ما يبقى العراق ككيان كدولة مستقلة. سلبوا قرارنا السياسي، استقلالية قرارنا السياسي، يريدون يسلبون كل سيادتنا وكل استقلالنا وكل كياننا كدولة مستقلة. لذلك أنا ما أفضل هذا على ذاك، أنا بالعكس عندي أولويات. الأولوية هي أنه الميليشيات ينتهي دورها، تكون حياة مدنية، تجي حكومة وطنية هي اللي تقرر شكل التواجد الأجنبي، هي تتفاوض باسم الشعب، وذلك حكومة أيضا نابعة جاية من مجلس نواب حقيقي منتخب من قبل الشعب، مو مجلس نواب جاي بتصويت 20% من الناخبين ومزيف وبالتزوير وبشراء المقاعد وغيرها. أعود إليك دكتور حامد الصراف. أستاذ نظير، يعني في خطبة الجمعة اليوم للمرجعية في النجف دعت السياسيين في العراق إلى إدراك ما سمتها حجم المخاطر التي تحيط بهم في هذه المرحلة. التساؤل، لماذا المرجعية لا تقول الكلمة الفصل وتقول بأن السياسي العراق قد فشلوا وقد سرقوا وعليهم الرحيل من هذه العملية السياسية بشكل مباشر؟ أنا يعني أقول لك أن هذه المرجعية يعني منذ السابق نحن نعرف أن موقف المرجعية تحاول أن لا تخسر شعبيتها عند الشعب العراقي، وبنفس الوقت لا تخسر النظام السياسي. فالنظام السياسي سقوطه يعني سقوط، تقصد النظام السياسي بحد ذاته المنظومة السياسية أم السياسيين كلها؟ لا الأشخاص. المنظومة السياسية كلها، لأن التظاهرات يعني الآن لم تخرج على مسمى فلان أو فلان، إنما خرجت ضد هذه المنظومة السياسية. لذلك هي بوجه تريد المرجعية البقاء على هذا النظام السياسي، وبالوجه الآخر تريد أن من النظام السياسي أن ينفذ بعض المطالب لكي لا تخسر شعبيتها عند الشعب العراقي، وهي معادلة من الصعب تحقيقها. لا زالت المرجعية هي تراهن على هذا النظام وعلى محاولات إصلاحه وليس إسقاطه، لكن هذا الأمر غير ممكن، والرهان على إصلاح هذا النظام غير ممكن. النظام الحالي وصل إلى مرحلة تجاوز يعني مرحلة الإصلاح. الآن النظام الحالي قد ارتكب الجرائم، ليس الآن بحق المتظاهرين فقط، إنما منذ سنوات بحق يعني مكونات عراقية كثيرة، وأغرق البلاد في ديون وهدم الاقتصاد العراقي وكل النواحي. هو هناك فشل لهذا النظام السياسي، وبالتالي يعني ليس من الحكمة لهذه المرجعية إذا ما أرادت أن تبقى لها حظوة عند الشعب العراقي أن تحاول التوفيق ما بين هذا النظام وما بين الشعب العراقي. نعم دكتور قحطان الخفاجي، يعني نفس التساؤل وأنت في العاصمة بغداد وناشط في ساحة التحرير، كيف ترى ردة فعل
المتظاهرين بعد كل خطبة للمرجعية؟ حبيبي أنت، المتظاهرون منذ أول لحظة وضعوا خط عامق لشروعهم ولمقاييسهم ولأدوات التعامل مع الأمور. كانت على طول الخط المسائل الوطنية ورؤية الخلاص من عملية سياسية الآن برمتها بالتخصية بآلياتها هي الدالة الأساسية. وأتمنى أن يكون السؤال يعني نعطيه بصيغة أخرى، كيف قيم المتظاهرون الخطة في دالة أن المتظاهرون هم الآن معيار الصح في العراق؟ نعم. وكل حالة أخرى هي تابعة إلى الساحة. إلى الساحة. عندما كان موقف المرجعية متوافق مع ومباشر مع التظاهرات كان تأييد واضح، وعندما خففت المرجعية وضوحها حيال التظاهرات كان لها موقف واضح. إذا المرجعية الآن هي التي جاءت مع آراء الساحة، وذلك الساحة ترحب في آراء المرجعية عندما توافق. نعم. ولكن ما جرت في تطورات الساحة أن المرجعية عليها أكثر مما ظهر لحد الآن. ألا تبدو كأنها ماسكة للعصا من الوسط، تدعو إلى الإيجابية وتدعو إلى التعسير وتدعو إلى التغير، الجميع يدعو إلى ذلك. المرجعية إن كانت لها ما كانت التي هي عرفت عليها تاريخيا أن يكون رأي أسمى من ذلك وأكثر دقة وأكثر مباشرة. نعم. ومع هذا وذاك الساحة تنظر إلى المرجعية أنها تصل إلى حد معين بتوافقات خطها العام ولا ضير في ذلك وشيء جيد، ولكن الساحة تبقى هي التي تفرض الصور وتفرض الحالات، وعلى الجميع أن يأتي مع الساحة وألا سيخسر، أن الساحة هي طريق العراق السليم. خلاص كلامنا أن الساحة تنظر بإيجابية إلى ما جاء بالمرجعية، ولكن ما زالت تتمنى منها الكثير لأن الظرف لا يتحمل أنصاب الحدود. نعم. دكتور حامد الصراف، يعني مع استمرار عمليات القتل، عمليات الخطف، عمليات إصابة جرح المتظاهرين، عمليات الخطف والاغتيال المستمرة، يعني أنت كدكتور حامد الصراف كيف ترى مواقف المرجعية من كل هذه الأمور التي لا تتوقف بل تزداد يوما بعد آخر؟ عزيزي، يعني إذا انطلقنا من الخطبة الأخيرة اليوم، أنا أعتبر الحقيقة مثل ما تفضل الأستاذ قحطان، يعني صعب هو أنه تقبل أنت مسك العصا من الوسط في حالة صراع غير متكافئ، شباب يخرجون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، أدنى حق هو الحياة الحرة الكريمة، العمل، الدراسة، الرعاية الصحية وغيرها، وكل هاي تقدرها يعني أي إنسان بسيط الآن في العراق وخارج العراق يعرف حقوقه شنية بالحياة. لذلك مسك العصا من الوسط إحنا ما يرضينا، وأقول لك يا بكل صدق يعني، وأنا أتفق مع الجميع يقولون أنه ينتظرون الخطبة ويتأملون خيرا من أنه ممكن أن تحسم شيء، لكنه أنت لو تنظر لها من جانب آخر، وهي المرجعية تقولها دائما، هم ما عندهم سلطة قرار، هو يقول لك احنا ما نقدر نتخذ قرار، احنا نرشد، احنا نوعظ، احنا نوجه، وهذه قضية لا بأس بها بالوقت الحاضر، ولكن لها فاسدين. كلمة لها كلمة على النظام السياسي وعلى السياسيين. ونتذكر انه عندما خرج احمد الصافي في الخطبة ودعا الى استقالة عادل عبد المهدي نفذ فورا عادل عبد المهدي، بل عادل عبد المهدي في استقالته قال بأن الاستقالة جاءت تلبية لدعوة المرجعية ولم يتحدث عن المتظاهرين، فلها نفوذ قوي وتأثير. بارك الله بك. في هذه القضية بعد أن أخذوا عطاء، أخذوا أكثر من وقتها، أخذوا أكثر من أسبوع، ويلحون على أنه يجب أن يكون هناك حل آخر، هناك طرف يعني هو اللي يحكم، هو اللي مثل ما يقولون يتخذ القرار. عادل عبد المهدي وصلت أكثر من رسالة إلى أن انتهت القضية. الآن إذا تتعلق بالطبقة السياسية الفاسدة والنظام هذا، النظام المحاصص البقيتة، فهم أيضا قالوا أنا مو دفاعا عنهم، لا يفهم أنه دافع عنهم، بس أنا بالعكس أريد أقول لك شيء كلش جدا مهم،
هو أنه القرار يجب أن يكون قرار الشعب في هذه الحالة، قرار الشعب. يعني معناته أنه ما ننطي فرصة لأي جهة لا عشائرية ولا عسكرية ولا دينية مع احترامي لهم كلهم أن تتحكم هي بقرار مدني يمثل الشعب كله، يمثل الشباب في أن هو يتخذ قرار، وإلا إحنا ما نقدر نفصل مؤسسات الدولة، ما نقدر نأسس دولة مدنية حقيقية بهيئات مستقلة بكل معنى الكلمة، ونخلي معناها نقولهم للمرجعية يا بقى تتحكموا. إحنا لا ليس هذا الشعب. أنت تقول بأن الشعب منذ الشهر العاشر قال كلمته بأنه يرفض هذا النظام كما تفضلت، نظام المحاصصة والنظام المصنف عالميا منذ سنوات بأنه من أفسد الأنظمة حول العالم. الشعب قال كلمته بأنه لا يريد هذا النظام. أنت كدكتور، أنا كصحفي، الأستاذ نظير، المعلم، الأستاذ، المرجع، الشيخ، يجب أن يتضامن مع هذا الشعب، أليس هذا؟ لا هو طبعاً لا مش تضامن، مو نعم. تضامن فقط، أنا ما أتوقف عند التضامن، أنا دا أقول لك ضروري جداً أن تصدر فتوى. أنا طالبت أيضاً نعم. طالبت المرجعية أكثر المقصد. أن تصدر فتوى نعم. فتوى بأنه هذا النظام لم يعد لائقاً، لم يعد مناسباً للمرحلة القادمة، وما يمثل الشعب العراقي، ما يمثل طموحه. هذا نظام فاسد عميل، نظام خارج إرادة الشعب العراقي. كل هذه التوصيفات معقولة، لكن أرجع وأقول لك أنه المرجعية هي قادرة الآن. أنا هذا السؤال أطرحه على المرجعية وأطرحه على اليوم يعني وجود مثل ما يقول متخصصين في البرنامج وحتى على المشاهدين. نعم. هل المرجعية قادرة أنه تقولهم للطبقة السياسية بالأسماء تنحوا عن السلطة؟ أنا أجزم لك أقول لك لا. أنا أقسم أنه أقول لك ما غير قادرة. ولا لو قادرة، لماذا غير قادرة؟ قرارات قوية قالت لهم أنتوا فاسدين. نعم. أنتوا خارج صلاحية المرحلة هذه، لكنه هم متمسكين بالسلطة. لماذا؟ أنا أجاوبك، لماذا هم متمسكين بالسلطة؟ لأنه اللي ينتظرهم مصير أسود. هم لم يدافعوا الآن عن مناصبهم وعن وجودهم، هي قضية بقاء، وجود، حياة أو موت. لذلك هذا مفهوم من جانب السلطة، ولكن ما لم أفهمه منك، لماذا لا تسميهم المرجعية بالتحديد؟ أنتم فلان أنا وفلان أنا وفلان، ما العيب؟ أنا أضم صوتي إلى صوتك الآن. نعم. وأنا طالبت أكثر من مرة في مقالاتي وفي بوستاتي اللي أنشرها، أطلب من المرجعية أن تسمي الأشياء بمسمياتها. نعم. يعني تقول فلان فاسد، لأن يعني هي من أتت بهم في 555 والقائمة الأخرى 69 أعتقد، هي اللي جابتهم، مو أنا جبتهم. ولا وتتحمل المسؤولية بإخراجهم أو إعطاء فتوى بوجوب خروج هذه الطبقة السياسية. دكتور حامد الصراف، أشكرك شكرا جزيلا، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور قحطان الخفاجي من بغداد، وأشكر الأستاذ الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري معنا هنا في الاستوديو. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.